السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم صراحة تلقيت خبر الوفاة ديال الأم ديال أسية. صراحة هذيك الإنسان الله يأمها دار الأم ديالها من أطيب خلق الله. وكان قبل يعني اتصلت بها وتكلمت معها، إنسان الله يأمها لا تنتمنى إن شاء الله تديهم معها بالرحمة وبالمغفرة. الموت يعني شي واحد يموت لك قريب ليك تجيك صعيبة بزاف بزاف، كثير الأم ديالك. درت هذا الفيديو بغيتكم غير الدعاء، لأن سبحان الله إنسان فاش يتوفى تيتسنى غير الدعاء يعني من الناس اللي ما تعرفوش. تنتمنى إن شاء الله تديو معاها، إن شاء الله يثبتها السؤال ويجعلها إن شاء الله من أهل الجنة، ويثبتها عن السؤال ويرحمها ويرحم أمواتنا يا رب. واللي مات لي شي حتى نتمنى ربي يرحمه في هذه الايام المباركه. الحمد لله على كل حال، نتمنى ربي يصبرها لان مسكينه ظروفها صعيبه. كنتمنى نديو معاها وديو مع الام ديالها، وان شاء الله باذن الله كل شيء باذن الله غادي يصير فيه الله. السلام عليكم.